السقوط شريط تجسد من خلاله الفنانة سيثيم بالميزيسان قصة تماثيل العقاب الحكيم الأثرية الخمس رمز شعوب الشوناس بزيمبابوي، والتي سقطت بين أيدي الباحثين عن الكنوز لتنقل إلى جنوب أفريقيا قبل أن تسترجع هراري أربعة منها. شريط الفيديو هذا جزء من تحف الميزيسان تعرض في لندن تحت عنوان التحدث عبر الجدران، معرض تسعى من خلاله الفنانة إلى ربط تاريخ أسلافها بالحاضر والجمع بين أحلامها الخاصة وواقع الحياة بجنوب أفريقيا لتطرحها أمام زوار أوروبيين. تجدون في أعمال آثاراً لأشخاص يلامسون إنسانيتهم الخاصة، يجدون الوحدة في وسط طبيعي كما يجدون ذواتهم أيضاً مع التأثيرات التي تحدث في هذه الأمكنة. لذلك لا أعتقد بأن عرض هذه الأعمال في إطار مختلف قد يفقد الرسالة معناها. تحمل صور ميزيسان الفوتوغرافية دلالات تتجاوز المرئية إلى التوصيف التاريخي والسياسي أيضا. صور المسطحات المائية التي تظهر سيثامبل في قرب وهي تناظر نسخة لها تخفي حقبة من التاريخ السياسي لدولة جنوب أفريقيا. يحيل هذا العمل إلى الحقبة التي كانت تناقش فيها جنوب إفريقيا الإصلاح الزراعي وتعديل الدستور للسماح بتنزيل هذا الإصلاح، وفي العمق يحدثنا العمل عن إدماج عالم الأسلاف أو العالم الروحي في مسألة الأرض، لأن الأرض هي المكان الذي يضم عظام أجدادنا عاداتنا وتقاليدنا. تجمع الفنانة في أعمالها بين البعدين الروحي والمادي دون أن يشغل الفضاء الجغرافي فيها الحيز الأكبر، كما تحكي من خلال استعمالها المرايا العاكسة للصور بؤس حقبة الميز العنصري بجنوب أفريقيا. أحب أعمالها، تجد فيها تفاعلا بينها وبين جانبها الروحي وأسلافها، المكان الذي جاءت منه والجذور جذورها، وأيضا الظروف السياسية المشحونة التي تستنبط منها صورها. ارتباط ميزيسان بأسلافها تابث في جميع أعمالها، ترسل من خلال الصور رموزا تخص أفريقيا الجنوبية، لكن عمقها المعنوي يشمل الجنس البشري بأكمله، رسائل دفعت الزوار البريطانيين إلى اقتناء العديد من أعمالها.